في جورج مافريكس الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي الموقر. الأخوة ممثلي الاتحادات والنقابات في اتحاد النقابات العالمي. الأخوة في الاتحادات والنقابات والعمال في إطار اتحاد النقابات العالمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في العيد الماسي والذكرى العظيمة بمرور 75 عاما على تأسيس هذا الاتحاد العالمي المناضل التقدمي المناهض للصهيونية والإمبريالية الذي نعتز ونفتخر بالانتماء إليه والدفاع عن مبادئه. اتحاد النقابات العالمي الذي وقف وما زال يقف بكل صلابة إلى جانب قضايا أمتنا العربية والمركزية وفي مقدمتها فلسطين ونضال شعبها العادل والمشروع ضد الإمبريالية والصهيونية وركيزتها إسرائيل المصطنعة على أرض فلسطين ووقوفه الدائم إلى جانب كافة حركات التحرر الوطنية وأحرار العالم ودفاعه عن مصالح ومكاسب الطبقة العاملة العالمية في مختلف أنحاء العالم. نتقدم منكم وإليكم بتحية إجلال وإكبار من شعب فلسطين وطبقته العاملة الصابرة الصامدة في وجه المحتل الصهيوني. نعم 75 عاما مروا من النضال والكفاح من أجل غد أفضل لكل عمال العالم. حيث سعى اتحاد النقابات العالمي ومنذ المؤتمر التأسيسي الأول الذي عقد في باريس ب 3 أكتوبر عام 1945 وفلسطين من الدول المؤسسة والحاضرة فيه والذي تبنى ميثاق الأمم المتحدة وإذ يتطلع الاتحاد العام لعمال فلسطين إلى اتحادكم بمزيد من الدعم والمواقف المساندة والمساعدة على نجاح جهود وحدة طبقتنا العاملة من خلال الاتحاد العام لعمال فلسطين وعلى إنجازات تتحقق من خلال دعمكم في فتح آفاق العمل أمام عمالنا في بعض الدول الصديقة كمقومات صمود إلى حين نجاحنا معا وبدعمكم لتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحق العودة وتقرير المصير وتحرير الأسرى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ولا ينسى شعبنا الفلسطيني زيارتكم للمناضل الكبير جورج مافريكوس برفقة وفد كبير من الاتحاد العالمي للأخ القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات أبو عمار خلال حصاره في المقاطعة برام الله من أجل كسر الحصار عن زعيم الشعب الفلسطيني. كل عام وأنتم على طريق دحر قوى الشر وشكرنا وتقديرنا لكل مواقفكم الشريفة والمشرفة والمتقدمة الداعمة لقضيتنا العادلة. عشتم معاش النضال الأممي لاتحاد النقابات العالمي مع شعوب وأحرار العالم.